استاذ مهدي، طلع كلامك ده يعني الضيوف ده يروحون الى نفس الفرضيه اللي تفرضتها بانه كان القصد على الاتحاد. لهالدرجه واصل الخلاف بينكم وبين الاتحاد بحيث يطلع السيد مسعود برزاني يصرح هكذا تصريح وتبي مفرده الموت؟ شوف هذا كله سبب الماده 14؟ لا لا لا، مو بس ماده 14. من اقول لك اقليم كردستان ما صار من هوا، صار من تضحيه، صار 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 اللي ذكرت لك اياها، مو عن 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 قاعد بالبيت وصار، صار بقتال. من وصل لهالمرحلة أنت تجي يا زيد من الناس اللي أنت أخت أخوة يوسف، خل أقولها اللي ذكرها هو زين زين، من أنت وياي ومضحي ومنطي شهداء ومنطي أنفال ومنطي كل اللي أنا شفته، تجي بمصلحة خاصة تريد تفلش هذا البنيان على أي أساس؟ هذا القصد من كل اللي التفسير اللي أنا يعني أنا مو عضو صغير، نص الصغير اللي ما يوصل لفكر الزعيم مسعود البرزاني، لانه من يعطي الكلمه ما يعطيها بلاش. اعتذر على وما مس المواطن العراقي بشكل عام، شخص هو حتى كلامه مشخص. من اللي اختلف اسجل لا المواطن لا ما يروح يرجع لا 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 يقول لي كردستان يبين خط موت. لا لا يبين اي كردستان، انت تعرف اكو نعره قوميه المن المن خط موت المن قال ما حصل في البرلمان العراقي باللجنه الماليه. لا في البرلمان العراقي باللجنه الماليه تصريح واضح المن، يعني اكو تصريح ما حدث في مجلس النواب، محاولات تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعه للشعب الكردستاني. يعني من الشعب يعني الكردستاني يعني 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 عمم على الشعب الكردستاني ايه؟ وعمم على البرلمان العراقي جيد ما فصل جيد جيد، وهو الزعيم مسعود برزاني جيد كرر جيد جيد جيد. منو الخلاف ويا من كان عندنا خلاف بين هاي علنيا هاي واضحه كانت الفقره اللي دخلت يعني بيها رادوا يفشلون يعني رادوا يسوون هاي فقرة 14 اللي لا تتعامل مع لا تتعامل هاي. او لا تعامل اقليم كردستان ككيان واحد احسن، ولا البقيه احنا كلنا وافقنا عليها الى ان دخلوا بيها هاي الفقره. هاي المشكله اللي صارت من وراها اللي 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 ككردي من احس انه واحد ابن عمي يريد يشلخ يدمر البنيان اللي احنا بنيناه. هذا واحد. اثنين كل الاتفاق انت تقول ماكو اتفاق، اللي قايل لك ماكو اتفاق مع كل حبي واحترامي إلى ما أعتبر هو بالتلفزيون طلع لا ماكو اتفاق بين السيد السوداني سيد مسعود والقوة الكردية. لا 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 القوة الكردية أخو أكو حكومة تقليم كردستان لا والديمقراطية لا لا أكو أكثر أكثر المقاعد شنو طبعا أكثر المقاعد أي أكثر المقاعد رئيس الوزراء ليش هو نائب رئيس الوزراء مين سيد قباط المحترم من الاتحاد الوطني نعم. رئيس البرلمان مين من الاتحاد الوطني نائب رئيس الإقليم مين من الاتحاد الوطني الوزراء مين خمس وزراء من عندهم من الوزارات القوية المن الاتحاد الوطني زين بحدة حكومة تقليم كردستان اجت هنا وقعت الاتفاقية من ضمنها كل الاتفاقات اللي ذكرناها 400 ألف برميل يسلم حساب جاري يكون الواردات مال المنافذ والمقامارك الحسابات كلها اتفقنا عليها راح اجي عليهم بس قل لي ماذا يقصد الديمقراطي الكردستاني بتعليل قبول الموازنة بافشال يعني افشال مؤامرة التدخل هاي قلت لك اياها احنا مو فنية فنيا ما معترض لا لا الفقرة اللي دخلت بها انه في حال ان يتأخر الرواتب وشون فشلناها الرواتب عن السليمانية السليمانية دايركت الطالب وتنسحب وين تنسلخ عن الاقليم مع المركز زين انت ليش سويت اقليم العاد ليش خليته بالدستور ليش وافقوا عليه وشون تفشل تفشل انه تم تعديل هذه الفقره بجهود الاخوه اللي موجودين الاحزاب البقيه اللي مع الديمقراطي ما عدا الاتحاد ان يكون في حال تاخير الرواتب يخور رئيس الوزراء المركز برئيس وزراء الاقليم بسحب الاموال ويعني رجعنا نفس بقت هيبه اقليم كردستان في هذه الحاله. طيب انت تجي تريد تسحب لي تفلش لي بنيان مال تضحيات شهداء